الكويت ككثير من الدول الديمقراطية مرت بمراحل تطور شهدتها تقسيم الدوائر الانتخابية تسعى فيه أن تحقق التمثيل الديمقراطي الصحيح للوصول إلى تقسيم أمثل يتوافق وتطلعات الجميع لتعزيز المشاركة السياسية. ويعود تاريخ تقسيم الكويت إلى دوائر انتخابية إلى العام 1961 حيث صدر قانون ينص على أن يكون التقسيم إلى 10 دوائر انتخابية تنتخب كل منها عضوين، وهو القانون الذي على أساسه تم انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي المكون من 20 نائباً. وفي عام 1962 ظل تقسيم العشرة دوائر انتخابية كما هو، ولكن تم تعديل عدد الأعضاء المنتخبين إلى 5 أعضاء عن كل دائرة بدلاً من 2، وعلى أساسه تم إجراء أول انتخابات لمجلس الأمة شهد عام 1980 إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، حيث أصبحت 25 دائرة انتخابية على أن تنتخب كل دائرة عضوين للمجلس. حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أصدر قانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، قسم الكويت إلى 5 دوائر انتخابية على أن تنتخب كل دائرة 10 أعضاء للمجلس، وأن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة من المرشحين في الدوائر المقيد فيه. 2012 عدل قانون الانتخاب بحيث يحق لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط في الدائرة المقيد فيها.